الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. اليوم غادي تشوفوا معايا واحد الجولة في واحد الشقة أكثر من رائعة، جد متميزة بتناسق الألوان ديالها. فرغم صغر المساحة فالسيدة صاحبة الشقة تفننت وأبدعت في تزيينها وفي ترتيب الديكور بواحد الطريقة اللي زوينة بزاف، غادي تروق الأغلبية فيكم وخاصة الناس اللي عزيز عليهم الألوان الباهية والزاهية. فغادي نخليكم مع هاد الجولة الجولة هذه بلا ما نزيد نطول عليكم، ونتلاقاو إن شاء الله في فيديو أخرى. بسلامة.